عن تكريم الإسلام لآل عمران، في صورة باسم آل عمران ليه ومين هم آل عمران، وصورة باسم مريم أكيد طبعا عن السيدة مريم. وعايزين نتحدث عشان ما اقطعش حضرتك عن النسب، علاقة النسب في بين سيدتنا مريم وبين هل هي أخت، يعني هي مريم ابنة عمران، نعم، وفي موسى ابن عمران، نعم، هل هم إخوات؟ طبعا عايزين نوضح ده، نعم، للي ما يعرفش. كمان يعني هنستطرد مع كلام حضرتك. عموما الإسلام كرم جميع الأنبياء، فجميع الأنبياء في محل التكريم لدى المسلم، ولا تصح عقيدة مسلم إلا بتكريم جميع الأنبياء. دي نقطة مهمة جدا. نعم، لا نفرق بين أحد منهم. أي امتهان لنبي هو كفر بالله عز وجل، هو كفر بالله. طبعا. أي نبي، فلا بد الأنبياء دول في محل العصمة وفي محل التكريم وفي محل الاصطفاء من الله عز وجل. الله تعالى يقول: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. هكذا اصطفاء لكل الأنبياء. فالله تعالى في القرآن العظيم كرم جميع الأنبياء، ومن بينهم آل عمران ومن بينهم مريم عليها السلام. آل عمران المراد به في سورة اسمها آل عمران. آل عمران. هذه السورة تعني قصة امرأة عمران وابنتها مريم. فالسيدة امرأة عمران نذرت أن تحمل ولدا، أرادت أو تشوقت لأن تحمل ولد. فلكي تؤكد رغبتها في الولد الذكر يعني، جعلته محررا يعني خادما في بيت المقدس. وكانت الخدمة يومئذ ليست إلا للرجال. ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة. فهي لما حملت استشعرت حاجتها إلى الذكر، فنذرت أن يكون هذا المولود في خدمة بيت المقدس. وحيث إن الخدمة لا تكون إلا للرجال، فأكدت هذا المعنى بأن جعلته خالصا لخدمة بيت المقدس. أنا بنبه تاني أحبائي المشاهدين، ياريت نجمع شبابنا واخواتنا والبنات والشباب عشان نعرف اللي بيتقال ده، لان ده كلام مفروض جدا نعرفه، مفروض نعرف احنا ازاي بنتعامل حتى مع الاديان الاخرى، ازاي ان الايمان بجميع الانبياء والمرسلين، بس الايمان من خلال القران الكريم، ونفهم ايه الصح وايه الغلط. وكمان الموضوع التاني اللي قلت لحضراتكم عليه علشان يبقى في تواصل بيننا وبين حضراتكم. برجع لحضرتك تاني وبنتكلم عن آل عمران تاني، بنعرفهم للمشاهدين، وسيدنا عيسى ولماذا نصب للسيدة مريم. نعم. فلما امرأة عمران وضعت فوجئت أنها وضعت أنثى وليس كما تمنت، وظنت أن هذه البنت يعني لن تقبل في خدمة بيت المقدس، وأن الله سبحانه وتعالى يعني لم يمنحها هذه الفرصة أن تنجب ولدا. فربنا ألهمها وبين لها أن هذه البنت التي منحت أفضل من الذكر التي طلبت. ده درس مستفاد. طبعا. يعني لا أحد أعلم أين يكمن الخير، وليس الذكر كالأنثى. كالأنثى. فهنا إذا جعلناها من كلام الله عز وجل فمعناها إن ربنا بينبهها إن هذه الأنثى التي وهبت خير من الذكر الذي طلبت. لكن لو جعلناها من كلام امرأة عمران فهي تتحسر أنها رزقت بنت ولم ترزق ولدا. فالقرآن الكريم يؤكد أن هذه منحة إلهية، والإنسان العاقل يرضى بما منح الله له. طيب. ولا أحد يدري أين يكمن الخير. يبقى إذن حينما نتحدث عن آل عمران فهم زوجة امرأة عمران ومريم بنت ومريم ابنة عمران وسيدنا عيسى. عيسى عليه السلام. مش كده؟ نعم. نعم. اللي هو ابن سيدة مريم. نعم. هنا مريم بنت عمران. وعندنا سيدنا موسى ابن عمران. ومين عمران الأول؟ عمران أبو مريم. وعمران ما فيش حاجة جت عليه يعني سرت عليه. لا، القرآن لم يتكلم إلا امرأة عمران. تمام. فهو لعله مات أثناء الحمل. أي. مريم أثناء حملة سيدة مريم. نعم. فمريم بنت عمران وموسى بن عمران ليس الأب واحد فيهما. العلماء يرون أن بين العمرانين 1800 سنة. 1800 سنة. لأن الأسماء تتكرر. يعني ممكن الناس يسمون بأسماء الأنبياء وأسماء الصالحين. فلا مانع أن يتكرر مثلا اسم محمد الآن. أكيد. وقد نجد الآن اسم واحد اسمه محمد بن عبد الله. أكيد. موجودة. فهنا امرأة عمران ليست هي أم موسى. ومريم بنت عمران ليست هي أخت موسى. حتى في النهاية لما واجهت مريم قومها بما حملت وبما أراد الله بها من الخير،
قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. طب ما دي لخبطة برضو هنا. هنا ما كانش فيه أخ اسمه هارون لمريم. وإنما نسبة إلى مريم إلى هارون أخو موسى. باعتبارها إن هي على شريعة موسى. فهي امرأة صالحة تنتسب إلى هذه الشجرة الطيبة. فكيف تفعل هذا الفعل؟ لكن تصوره. ما هيش أخته يعني. لا مش أخته. ولا أخت هارون ولا زي ما أقول يا أخ العرب يا أخ الإسلام يا أخ العروبة. هنا نسبة إلى الديانة أو نسبة إلى الشخص الذي تنتمي إليه في النهاية. وفي كونيات للأسماء زي أبو خليل أو السيدة مريم رضي الله عليها السلام وصديقة. إحنا ليه بنقول عليها السلام ورغم أنها ليست نبية؟ هي نبية؟ لا هي صديقة بنص القرآن الكريم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. يعني عقيدتنا أن عيسى عبد لله عز وجل وبشر اصطفاه الله وجعله نبيا كسائر الأنبياء. وأمه صديقة امرأة عابدة قانتة لم تنحرف وطهرها الله تطهيرا وفضلها على نساء العالمين. تلك عقيدتنا. فعيسى عبد الله ورسوله ومريم صديقة عابدة متبتلة أكرمها الله عز وجل. سيدنا عيسى كون ينسب بأنه كلمة الله. يعني إيه كلمة الله؟ يعني المسيح ابن مريم كلمة الله. احنا عندنا الإضافة قد تكون للملكية وقد تكون للتشريف. بمعنى إيه؟ للغوية. يعني أنا ما أقول كتابي أو كتاب محمد يبقى الكتاب ملك محمد. فدي إضافة ملكية. لكن لما أقول ابن الأزهر هنا الإضافة هنا مش ملكية. الأزهر لا يملك ليس له أبناء لأنه لا ينجب وما فيش حد يملك الأزهر. لا والأزهر يعني ابن الأزهر. هل الأزهر يملك هذا الابن؟ لا. أو أنجبه؟ لا. احنا عايزين نشرف هؤلاء الأبناء بأنهم ينتسبون للأزهر لو ما درسوا في الأزهر. فهنا المسيح عليه السلام كلمة الله. يعني نشأ بكلمة الله التكوينية كن فيكون. كل الكائنات نشأت بكلمة الله. أنا وأنت وكل الكائنات كن فيكون. الفرق ايه الفرق؟ ان انا جئت حسب الاسباب الطبيعية. يعني تزوج الرجل والمرأة فانجب. كل شيء بسنن كونية. الذي خلق هذه النواميس هو الله عز وجل. فاتى عيسى بغير الناموس البشري. فتمحضت فيه كلمة الله. فاصبحت كلمة الله في حقه تشريفا. فاذا عيسى عليه السلام كلمة الله تشريفا. بمعنى أن الله تكلم به كما تكلم بنا. لكن خص عيسى بهذه الكلمة لأنه جاء بغير الأسباب الطبيعية. زي ما نقول إيه ناقة الله. ناقة صالح معجزة. خرجت من الصخر. ناقة الله. طب والناقة اللي عندي وعندك ناقة الله برضه. طب لكن إيه الفرق؟ أن ناقتي ناقة الله ملكا. أما ناقة صالح تشريفا. فالنوق كلها لله سواء عند صالح ولا عندي. جميل. لكنها ناقة الله عند صالح تشريفا. بيت الله اللي هو الكعبة. طب الاستوديو ده مش بيت ربنا؟ كل الأرض بيت ربنا. ملك الله. ملكا. فكل ما في الأرض ملك لله. لكن خصصت الكعبة بأنها بيت الله تشريفا. جميل. فعيسى كلمة الله تشريفا. هذا من جانب. جانب آخر عيسى تكلم في المهد. أنطقه الله الذي أنطق كل شيء. لا احنا لسه عايزين نخش في سيدنا عيسى بس الاول نعرف بكلم في نقطة. طيب. كلمة الله. فضل. فكون عيسى تكلم. فبدل ما اقول عيسى متكلم في المهد قلت عيسى كلمة الله. بمعنى انه متكلم. كلمة بمعنى متكلم. فاحيانا بدل ما اجيب المشتق اجيب المصدر. بمعنى ايه؟ اديك مثال. انا هقول هذه المرأة جميلة. فجميلة صفة. نعم. لكن ساعات اقول لها انت الجمال كله. يعني انت الجمال كله. فلان او فلانه هي الجمال. هي جميله. فانا بدل ما اقول جميله قلت جمال. دي بيعتبر مبالغه في الوصف. صيغه مبالغه. الوصف بالمصدر فيه مبالغه كانها نفس الجمال. نعم. فكذلك عيسى هو متكلم. بدل ما اقول هو متكلم بقدره الله في المه قلت هو كلمه الله. يعني انطقه الله الذي انطق كل. احب انبه أن القرآن العظيم هو الكتاب الوحيد الذي ذكر قصة كلام عيسى في المهد. ليس في دنيا الناس كتاب. أيوة. يذكر أن عيسى تكلم في المهد.
القرآن يقول الحق وتكريم كمان لسيدنا، لا ويقول الحق، ويقول الحق لا يمالئ أحدا. نعم. يعني الناس بعضهم غالوا في عيسى وبعضهم امتهن عيسى وقالوا على مريم بهتانا عظيم. القرآن أنصف عيسى من هؤلاء ومن أولئك. طيب نرجع لحمل السيدة مريم بسيدنا عيسى. نعم. وإعجاز ربنا وطلاقة القدرة في هذا الحمل وفي شكله، وعايزين نعرف مدة الحمل كانت ايه، اللي كان فيه كلام كتير، هل هي حمل زي اي امرأة 9 أشهر ولا كان في لحظة، لانه كلمات الرب يعني. نعم. اولا يعني طلاقة القدرة الالهية اعطتنا قبل عيسى 3 نماذج للخلق. عندنا ادم جاء بغير اب ولا ام، صحيح، ونشأ نشأة كاملة، يعني لم يمر باطوال النطفة والعلقة والمضغة، يعني مرة واحدة بقى فيه ادم، بقى فيه ادم لم يمر في سن ايه بقى، مره واحده كبير كده، اه يا كما هو، لما مرش لا باطوار الجنين ولا باطوار الحياه، ما كانش طفل وبعدين بقى شاب وبعدين بقى رجل، حصلش، ما حصلش، ده ربنا سبحانه وتعالى خلقه خلقا كاملا بالامر. فكان فكان فادم عليه السلام هذا نموذج قدمته القدره الالهيه، ان الله خلق ادم بغير اب ولا ام. حواء خلقت من اب دون ام، ليس لها ام، من ضلع ادم، من ضلع ادم. نحن كبشر خلقنا من آباء وأمهات وبالطرق المعروفة، فالقسمة العقلية تقتضي أن يكون هناك نموذج رابع، خلق من أم دون أب، هذا النموذج الرابع هو عيسى عليه السلام. فالله تعالى قدم هذا النموذج في دنيا الناس بيانا لطلاقة القدرة الإلهية، وأن الله تعالى لا يعجزه شيء، وأنه هو الذي سن القانون وهو الذي يخرقه سبحانه وتعالى. طبعا. فكان عيسى عليه السلام من أم دون أب، ولهذا عندما جاء جبريل ليبشرها، موقف برضو سيدنا جبريل مع السيدة مريم، يعني هنا في نقطة، البعض يتصور أن عيسى عاشر مريم، أن جبريل عاشر مريم، هذا كلام غير صحيح. طبعا الملائكة ليس فيهم شهوة ولا يتناسلون، والملائكة عباد الله المكرمون. القضية كلها أن مريم انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، يعني خدت مكان لوحدها، يعني هي خادمة في بيت المقدس، فلما كانت تجيها الدورة تعمل ايه، تخرج في مكان خارج المسجد حتى تنقضي دورتها. فهي في مكان خلوتها جاءها جبريل على صورة شاب. طبعا كون فتاة تجلس بمفردها في مكان خلوتها ثم تفاجأ بشاب أمامها، ماذا تنتظر منه؟ هتتخض، انخض، إذن ده يريد بها سوءا. قالت أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، يا راجل حد الله بينه وبينك، أيوه، إيه اللي جابك عندي دلوقتي؟ أيوه. فهو جبريل طمأنه، أنا رسول ربك، المسألة ما فيهاش لا شاب يغتصبك ولا شاب يدخل عليك خلوتك، أنا رسول ربك، لأهب لك غلاما زكيا، أنا جاي أبشرك إن فيه حمل ستحملينه وسيكون له شأن عظيم. طبعا هذا الكلام كان له وقع الصاعقة على مريم. ما كانش في سوابق قبل كده او شواهد تقول ان هي اختيارها ليه، اصطفائها ليه، ما كانش في نوع من انواع الوحي قبل كده؟ لا، وكان لها اصطفاء، لان كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة، ده من قبل ما تيجي، قبل قصة سيدنا عيسى. طبعا قبل عيسى، لان تكفلها او تكفل بها زكريا، هم كان بيقولوا في صراع على كفالتها، يعني كانوا بتنافسوا على كفالتها. يعني هي لما ولدت مريم ابوها كان احد العاملين او الكهنه في بيت المقدس، وتوفي وهي حامل وهي في بطن امها. نعم. فاخوانه حبوا ان هم يتكفلوا بهذه البنت وفاء لحق ابيها، لكن الله تعالى جعل زكريا يتكفل بها لانه زوج اختها او زوج خالتها على بعض الروايات. فربنا ضمها الى زكريا فوضعها وصانها واحترمها وتكفل بها. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هي محل التكريم منذ البداية، وسيدنا زكريا من أنبياء الله. طبعا. فهو جبريل لما جاءها وألقى عليها هذا الخبر أنه جاء يبشرها بحيث لو حست بالحمل ما تضطربش، ما تنهارش، هذا الخبر كان له وقع الصاعقة. إزاي أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، كيف تحقق ذلك؟ وأحياه حتى قالت يا ليتني مت قبل هذا. بعد كده فهي كان المسألة لها يعني وضع الصدمة. فهو قال لها ما تخافيش، هذه إرادة الله،
ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. كل اللي عمله جبريل عليه السلام أنه نفخ الروح في مريم أو في الجنين في مريم فقط، لأن كل إنسان ينفخ فيه الروح. يعني النبي أخبرنا إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون مثل ذلك علقة، ثم يكون مثل ذلك مضغة، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح بأمر الله. يعني بأمر الله. فإذا كانت مهمة جبريل أنه ينفخ الروح في عيسى وعيسى في بطن أمه، ولهذا جاء التعبير فنفخنا فيها، وفي آية تانية فنفخنا فيه. فالضمير مرة مؤنث ومرة مذكر. ليه؟ مرة مذكر على عيسى ومرة مؤنث لأن عيسى في بطن أمه. وبنتكلم عن حمل السيدة مريم بسيدنا عيسى. والسؤال بقى، احنا عرفنا موقف سيدنا جبريل من السيدة مريم، هل كان الحمل 9 أشهر زيها زي أي امرأة، ولا كان حمل مختلف؟ يعني الذين يزعمون أن حمل مريم كان لحظة من لحظات الزمن، هؤلاء لا يفهمون القصة ولا يفهمون حكمة الله تعالى في الابتلاء. فمريم ابتليت بهذا الوضع، وربنا سبحانه وتعالى جعلها في محل الاختبار. فلا يمكن أن يكون الحمل لحظة وإذا ما أثره، فلا بد أن تعاني ما تعانيه المرأة الحامل. ولهذا كان الحمل طبيعيا كما يعتاده النساء، ولهذا يمكن أن هي تتوارى أثناء الحمل. لكن أثناء الوضع ماذا تفعل؟ يعني أثناء الحمل ممكن المرأة تلبس الجلباب واسع فلا يظهر لها شيء، لكن عندما تضع ويخرج الجنين كيف تواجه الناس؟ هذه هي المشكلة. فهي حملت، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. الحمل بدأ وبدأت تشعر به، لكن تتوارى عن الناس حتى لا يشعر به أحد. لكن لما جاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، لأن مش هتقدر بقى تواري وتخفي جنين وليدها. فربنا سبحانه وتعالى ألهمها وبين لها عنايته بها، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. سريا يعني إيه؟ مجرى مائي. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسي. بنتكلم عن تكريم الله سبحانه وتعالى للسيدة مريم أثناء الوضع. وفسر لي الآية بقى دي جزء جزء كده دكتور. فأجاءها المخاض إلى جذع النخل. خلاص الأمر لابد من وضوحه ولابد من علانيته. فبدأت تضع حملها تحت جذع النخل. ليه كان تحتها سرية؟ يعني ليه مية تحتها؟ هي المرأة تحتاج إلى أن تشرب وإلى أن تأكل. فربنا سبحانه وتعالى ناداها من تحتها. مين اللي ناداها من تحتها؟ إما جبريل وإما عيسى. إما والدها الذي وضعت وإما عيسى جبريل عليه السلام. فناداها من تحتها ألا تحزني. طبعا آتي ليتني مت قبل هذا، كيف تواجه قومها؟ فربنا سبحانه وتعالى طمأنها بحيث أنطق هذا الوليد، بحيث أنها تطمئن إلى قضاء الله وحكمته. ثم بدأ يقدم لها أشياء على غير العادة. هذا نهر مائي أو مجرى مائي في مكان هي بعيد ما فيهوش انتفزت، وبعدين هي تحت نخلة. كان من الممكن أن البلح يتساقط بفعل الرياح، وده درس جديد. لكن ربنا سألها أعطاها قدرة، وهي امرأة أو فتاة في حالة نفاس تهز جذع النخلة فتساقط الرطب، مع أن جذع النخلة لا يقدر عليه العصبة من الرجال. فهذا نوع من التكريم والطمأنة لها حتى لا تجزع وحتى لا تخرج عن إطارها البشري المعتاد. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. يعني إيه بقى؟ يعني لما تواجه الناس بقى ما تحاوليش تدافع عن نفسك، الله سيدافع عنك. زي بقى لما ايه بقى ما ينطق قولي اني نذرت للرحمن صوما. صوما يعني ايه؟ امساكا عن الكلام. الصوم في اللغه هو الامساك. ليه دايما الـ 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 يعني ربنا بيدعمهم فبيقول لهم هتقعد 3 أيام ما تتكلمش، برضه زي سيدنا زكريا؟ يعني ليه؟ ايه علاقتها بال طبعا التكريم الالهي لازم يكون له دلاله، بحيث الانسان يستشعر التكريم. فمريم هنا ربنا سبحانه وتعالى طمأنها وقدم لها خوارق العادات واوصاها الا تدافع عن نفسها لان الله سيدافع عنها. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما،
يعني إمساكا عن الكلام، فلن أكلم اليوم إنسي. ماذا تفعل؟ فأتت به قومها تحمله، خلاص لازم تخوض التجربة بقى. خلاص خادت ابنه ودخلت على الناس. كانت مفاجأة. فتاة عذراء لم تتزوج، أبوها رجل صالح، أمها ست طيبة، أكيد كيف فعلت هذه الفعلة النكراء من وجهة نظرهم؟ فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون، يعني امرأة عابدة متبتلة على شريعة هارون أخو موسى، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، كيف تخرجين عن هذا المألوف الطيب وترتكبين هذه الفاحشة النكراء؟ فأشارت إليه، إنه مش هتكلم بقى، الله سيتولى الدفاع عنه. فأشارت إليه، الناس تعجبوا أكثر، كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ صحيح، أنطقه الله الذي أنطق كل شيء سبحانه وتعالى، وبدأ يتكلم. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. طبعا عيسى تكلم في المهد إنقاذا لأمه في قضية غاب شاهدها، يعني لم يكن أحد يشهد لمريم، فمن الذي يشهد لها؟ فهذا تكريم من الله عز وجل لهذه الفتاة العذراء الطاهرة البتول. عيسى تكلم في المهد لحظة من لحظات الزمن، لكن ما بقاش دي قاعدة، يعني مش طول حياته، مش هيظل بقى منذ هذه اللحظة يتكلم إلى ما شاء الله. لا، ثم عاد طفلا كما كان عشان يبقى في إعجاز. طبعا. ولم يعد يتكلم. يعني الكلام مش بدأ هو مثلا عند الميلاد. تكلم وظل يتكلم. طب ليه ما ظلش يتكلم قدام؟ القضية تقتضي موقف معين، عشان في اختبار الناس، براءة يوسف، براءة مريم. فبرأها الله ثم عاد الطفل سيرته الأولى. النقطة أيضا اللي أحب أتكلم فيها وأنبه عليها، أن عيسى في القرآن وفي السنة ينسب إلى أمه، عيسى ابن مريم. بالضبط. ومريم هي المرأة الوحيدة التي ذكر اسمها في القرآن، المرأة الوحيدة. ليس في القرآن اسم امرأة إلا مريم، حتى أي حد تاني كان ذكر كان تعريضا، يعني امرأة فرعون، نساء النبي. مش باسمه، مفيش حد ذكر اسمه أبدا. امرأة لوط. لا، وكمان ده صورة باسمها. صورة كاملة، معنى الاسم وجد. تأكيدا لبشرية عيسى وأنه عبد الله ورسوله وأنه أتى من امرأة، وليس هناك خلاف أو كلام غير ذلك. فنسب إلى أمه وذكرت أمه صراحة في القرآن، تأكيدا لبشريته وأنه عبد اصطفاه الله وأنه إنسان حمله الله أمانة الرسالة. يوسف النجار، ايه علاقة يوسف النجار بالسيدة مريم؟ القرآن والسنة لم يتكلما عن يوسف النجار مطلقا، وليس له ذكر في القصة. الآخرون يقولون ان يوسف كان خاطب لمريم، ولما حملت اراد ان يتركها فألهمه الله ان يظل معها. هذه امور نسكت عنها، لان القرآن وهو يقص القصص الحق لم يذكر اسم يوسف النجار. والغريب ان بعض هؤلاء ينسبون عيسى إلى يوسف النجار، ودي جريمة، يقولون عيسى ابن يوسف النجار، هذه جريمة. فالقرآن يضع الأمور في نصابها ويضع الأمور في إطارها الصحيح، فعيسى ابن مريم، وعيسى ليس ابن يوسف النجار، وعيسى عبد الله ورسوله اصطفاه وكرمه، ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. طيب، بقي في هذا الموضوع دلوقتي ان احنا هجاوب الأول السؤال اللي علاقة بالموضوع. بيقول انه في اخر الزمان، ليه هينزل في اخر الزمان سيدنا عيسى، وهينزل فين زي ما بيقول اخ محمود؟ هو المسيح عليه السلام سينزل في اخر الزمان. يعني اشمعنى المسيح اللي هينزل؟ انا سؤال اللي انا عايز اعرفه. رفع حيا، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، بل رفعه الله اليه. فرفع واعتباره النبي الذي قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فبالتالي طب مش اخر الانبياء سيدنا محمد، ليه ينزل سيدنا عيسى؟ عشان يعني قضيه الرفع، يعني ليس نبوه جديده، انما سينزل تابعا لشريعه الاسلام وحاكما باسم الاسلام، وليعيد الناس الى الاسلام، ويؤكد لهم حقيقه ذاته انه عبد الله ورسوله. هيكون لسه في ناس مسلمين وكله، طبعا وهنعرف ان ده سيدنا عيسى. هنتاكد سينزل عيسى، مفيش خلاف بقى زي المسيح الدجال والكلام ده. لا، وعيسى سينزل ليؤكد حقيقه القران بانه عندما تكلم عن عيسى تكلم القصص الحق. وهينزل فين يا دكتور زمان؟ ينزل في أرض الشام، في مدينة القدس. في مدينة القدس. وفي دليل على كده؟ نعم،
في دليل من القرآن والسنة؟ لا مش من السنة. من السنة. فهو ينزل ويكون تابعا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ويؤكد حقيقة الولاء لشريعة الإسلام، لأن النبيين يقول لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي. ومبشرا بالرسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ده سيدنا عيسى. نعم. طيب هيكون امتى الكلام ده تحديدا؟ هيكون في من علامات الساعه مثلا؟ من علامات الساعه الكبرى. الكبرى خلاص يعني هيكون يعني هيفضل موجود لغايه قيامة الساعه؟ لو سيمكث يعني 40 يوما. وبعد كده يتولاه الله ويموت ويدفن ويصلي عليه المسلمون. وتنتهي القصه. وتبدا يعني مرحله الايام الثانيه. العبور الى الاخره. ربنا يسترها. طيب وهل هو هيصلي بالمسلمين زي ما بيقول؟ لا ده هو سيكون تابعا لامام المسلمين. الامام المسلمين في ذلك الوقت. هيكون فرد عادي يعني. نعم. يعني فرد عادي اللي هو هيكون امام المسلمين. المسلمين هو يصلي خلفه تاكيدا لقياده الاسلام للبشريه.